السلام عليكم، يعطيكم العافية. ورجعنا لكم بالمقطع الثاني إلى شخصية سلوم حداد، بس هذا المقطع والرسمة اللي بتكون اليوم بتكون رسمة شخصية له شقيق من مسلسل الكواسر. نقول بسم الله ونشوف العمل. وكده يكون العمل جاهز. أتمنى أن العمل نال على إعجابكم واختبوا إعجابكم. بالصلاة على محمد والي محمد، ونشوفكم إن شاء الله في المقاطع الجاية. في أمان الله.